ليش؟ عصي شانيلا. طبعا وادي عميق ان شاء الله نصورها لكم. وصلنا الى الجسر المتأرجح، سنحاول النزول اليه. هذا الجسر اللي بالاسفل نشوفه، يجب النزول اليه للعبور الى الطرف الاخر. الطرف الاخر خنزوريس، كهوف خنزوريس. هذا اللي امامي بالاسفل هو الجسر المتأرجح. تعذر علينا النقل المباشر بسبب ضعف الشبكة، اضطرينا ان نصور لكم الرحلة وان شاء الله نعرضها عليكم بشكل مفصل. هسه احنا مستمرين بالنزول للجسر. من البعيد تبدو كالثقوب، هي عبارة عن ثقوب كبيرة. طبعا في الطريق اكو محطات استراحة حتى احد اذا تعب يستريح ويكمل جولته. التقينا بالسيدة المسنة اللي مقيمة في هذه القرية ودا نسألها بعض الأسئلة، راح تجاوبنا واحنا نترجم لكم اياها. باري اختاتي جان باري توك استغاد سيك شا ها خنزوريسكيس. السيدة تعيش في هذه القرية في قرية خنزوريس. كان ياستي كان سبيرين متشبنة يك هاري باتو نهين ايش كوباتي راسميتي ايش باربا او شيبان اوريلا. اذا سألناها عن عدد درجات السلم اللي يقودنا من اعلى الى اسفل الجسر، عدد الدرجات 365 درجة اللي تمثل أيام السنة. يب ثاني متر يب ثاني متر هاربا 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 متر نا بس نشور ستون نا. إذا طول الجسر 160 متر من بدايته للنهاية اللي عبر إلى قرية خنزوريس. وزن الجسر 14 طن وهذا الجسر متأرجح. باسمكم وباسمنا نتمنى للسيدة المسنة بالعمر الطويل. مير انو نيس مير هتي بو نيرو انو نيس كزيات كار كان كماخين تاتي جان هاجو يرا يرا. نستمر جولتنا ونعبر الجسر سوية. نحن بداية الجسر، سنعبر الجسر معا. اوكي يلا تفضل. هذه اللوحة كتبت عليها يرجى عدم أرجحة الجسر أثناء العبور. هذا هو الجسر الهزات. طبعا احنا بصراحة لأول مرة نعبر على هذا الجسر، شوية انتابنا الخوف، لكن أهل المنطقة أهل القرية متعودين على هذا الجسر فيجون هنا للهو بصراحة، خاصة الأطفال. وهذه أشجار جوز، وهذه أشجار جوز أيضا. هذه الطبيعة في منطقة خنزوريسك. نحن في مقاطعة سيونيك. أرمينيا تتكون من 11 مقاطعة، فهذه احدى المقاطعات اللي في الجنوب. شوف هذه اشجار جوز، هذه شجرة الجوز. تشوفون الجوز فوق الاشجار. وهذا الوادي العميق اللي نحن فوقه. هذا بدأنا نقترب من الكهوف. عميق جدا الوادي.
بسلامة. هذه الكهوف. قبل الكهوف خلي اصوركم الجسر من هنا. شوفوا ايش قد اكو ناس فوق هذا يعبرون. وبقيتهم اكثر عبروا والباقيين بالخلف ينتظرون دورهم حتى يعبرون. من فوق نزلنا. هذه الكهوف. هذه إحدى الكهوف. وهناك أكثر من 100 كهف إذا مو مئات طبعا، ما أريد نقول عشرات لأن بصراحة اللي دا أشوفه أنا كثيرة، كهوف كثيرة. وكل هذه الكهوف كانت مسكونة قبل عدة آلاف من السنين. هذا كهف آخر، هنا كهف آخر. ندخل. اللون الأسود اللي نشوفه فوق الجدران هذه طبعا صادفتنا في كهف آريني. آريني كيف كهف الطائر؟ وسبق قدمنا تقرير عنه. هذه البقعة السوداء هي فضلات طائر الخفاش، استخدمت في إنتاج بعض الأدوية. وتستمر جولتنا الاستطلاعية واحنا بانتظار محبي المغامرات الاتصال بنا. وهذه الكهوف نشوفها داير ما داير، كلها الكهوف فوق أسفل. شو رايك يا هاي؟ مياه ينابيع صالح للشرب. التقينا هنا حارس الكنيسة الأخ بارتان اللي متطوع يشتغل في حراسة المنطقة، حراسة الكنيسة. سألناه سؤال حول الينبوع، ينبوع التسع أطفال، راح يشرح لنا يا شو يقصد بهذا الينبوع. الينبوع منذ عام 1628 واسمه ينبوع الأطفال التسعة. في تلك السنوات كانت الأقوام الكردية التي تقطن إيران تحاول غزو هذه المنطقة واحتلالها، كانت جيوشهم قوية، اضطروا النساء مع البنات مساعدة أزواجهم وأخوانهم للدفاع عن هذه القرية. استشهدت في تلك المعركة امرأة اسمها سونا. سونا كان لديها تسعة أطفال، الأطفال التسعة بقوا أيتاما وتوفوا أيضا. والد سونا بدأ يصلي للقديسين ولرب العالمين لإنشاء هذا الينبوع، وليتحول الينبوع إلى ثدي سونا، والماء الذي يخرج من الينبوع يتحول إلى حليب ويطعم الأطفال التسعة. في هذه القرية كانت توجد 30 دارا وسميت بقرية الأطفال التسعة. في السابق كان في خنجرس ما يقارب 3000 دارا، وقطنها ما يقارب 18000 مواطن. نشكر الأخ بارتان بوتونت على المعلومات القيمة. شاشة شنو رقالين تدستون. هذا بقدر المستطاع نقلنا لكم جولتنا اللي زرنا بالجسر المتأرجح وكهوف خنجرس. الذين يحبون المغامرات، رحلات المغامرات، بإمكانهم الاتصال بنا، اتصال بأرارات للشيخ على رقمنا المعروض مع كل تقاريرنا، ويطلبون من عندنا تنظيم رحلات مغامرات لهم عبور البحيرات بواسطة الزيبلاين أو ركوب الزوارق أو رحلات سفاري أو التوجه إلى المناطق
التي سكنها الإنسان منذ آلاف السنين مثل هذه الكهوف. أرارات للسياحة من خنزوريسك. ألتقيكم في تقارير أخرى بعون الله.